مئات السعوديات إلى المطارات للسفر دون محرم. رونالدو يعلم ابنه درساً عن المال، محمد رمضان وتعريه في المنصة بين قصصنا الخمس لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلاً وسهلاً بكم. قصتنا الخامسة مع مغادرة نحو 1000 امرأة سعودية مطارات البلاد دون محرم، وذلك مع بدء تطبيق تعديلات سمحت للبالغات بالسفر دون إذن ومنحهن مزيداً من السيطرة على شؤون الأسرة. تنص التعديلات الجديدة على أن جواز السفر السعودي يصدر لأي مواطن يتقدم بطلب لاستخراجه، وأن أي شخص يتجاوز عمره 21 عاما يمكنه السفر دون إذن. ومنحت التعديلات النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق واستخراج الوثائق الأسرية الرسمية وأهلية الوصاية على الأطفال القصر. وفي السابق كانت المرأة لا تستطيع السفر دون إذن أخيها أو ابنها أو زوجها أو أبيها أو أحد أقاربها. حكايتنا الرابعة مع كريستيانو رونالدو الذي قال إنه جرح عندما شكك الناس بشرفه عقب اتهامه بالاغتصاب، وأنه تألم كثيرا لأن لديه عائلة كبيرة وزوجة وطفلا ذكيا يفهم الكثير من الأشياء. وكانت عارضة أزياء أمريكية زعمت تعرضها لاغتصاب منه عام 2010، لكن القضاء أسقط القضية لعدم كفاية الأدلة. ومن ضمن ما تحدث به رونالدو أنه كان متحمسا للذهاب مع ابنه إلى سكنه القديم عندما كان عمره 12 عاما قبل أن يصبح نجما، وقال إن ابنه أصيب بصدمة ولم يصدق عندما رأى الغرفة والتفت إلى والده وقال له: بابا هل كنت تعيش هنا؟ وقال إنه زار مع ابنه بيته القديم ليعلم ابنه قيمة الأموال وألا يأخذ كل شيء كأمر مسلم به وأن يعمل بجد في الحياة لتحقيق النجاح. خبرنا الثالث مع موافقة نقابة المهن الموسيقية المصرية على منح التصاريح الخاصة بحفل المغني والممثل محمد رمضان المقرر إقامته في الساحل الشمالي بشرط عدم خلع ملابسه وأن يظهر على المسرح بالشكل اللائق. ويلاحظ متابعو الممثل الذي دخل عالم الغناء بإطلاق ما لا يقل عن 10 أغاني في آخر عامين في مسيرته الفنية يلاحظون خلع ملابسه باستمرار في أعماله الفنية. خبرنا الثاني مع تصريح نادر للحكومة اليمنية صدر من الرياض قالت فيه إن الإمارات تقف وراء انقلاب مسلح قام به انفصاليون ضد الشرعية في كل من العاصمة المؤقتة عدن وكذلك في محافظة أبيان. وقالت الحكومة اليمنية عقب اجتماعين لها مع الرئيس هادي والرئيس الوزراء في السعودية إن التمرد المسلح المدعوم إماراتيا نجم عنه تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي، في إشارة إلى الهجوم الواسع الذي شنه مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا في عدن وانتهى بالإطاحة بالسلطة الشرعية فيها. وشاركت الإمارات مع السعودية في الحرب ضد الحوثيين، لكنها منذ سنوات تمد نفوذها في السواحل والجزر اليمنية حيث لا تواجد للحوثيين هناك، كما أنها نشرت الفرقة بين المقاومة التي تواجه الحوثيين في تعز والحديدة، بينما لم يعرف بعد ما إذا كانت السعودية والإمارات تلعبان أدوارا مختلفة لشق الوحدة اليمنية وإبقاء اليمن وسط الحروب، أم أن الرياض أصبحت عاجزة ولا تستطيع مجابهة أبوظبي. خبرنا الأبرز مع تهديد غير مسبوق من قبل واشنطن لمن يتعامل مع سفينة إيرانية أفرجت عنها منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا، وهي الآن تبحر في عرض البحر لا يعرف المكان الذي سترسو فيه. وأعلن وزير خارجية ترامب أن أي أحد يلمسها أو يدعمها أو يسمح لها بالرسو سيواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف: إذا اتجهت تلك السفينة مجددا إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك. إذن مشاهدين بهذا الخبر نختتم موجز اليوم العربي بصمة، وأهم خبر بالنسبة لكم أخبرون في التعليقات أدناه وتأكدوا من متابعتنا على صفحاتي فيسبوك إنستغرام وتويتر. أراكم في موجز جديد.